دايما رجاله الاهلي عند الزمان وعند المكان، مهما يحصل اي حاجه هتلاقيهم لما تحتاجهم. الاهلي بيكسب 1-0، مكسب مهم جدا جدا بصرف النظر عن اي حاجه، لكن 3 نقاط مهمه جدا. ملعب كان ملعب في جنينه، مع احترامي يعني للناس كلها. اصابات بالجمله، حكم عامل نفسه مش من هنا، برضو رجعنا نفس الدوام تحكيم تاني. جول ما فيهوش اي حاجه خالص، مش عارف الحكم لغاه ليه. وليد سليمان ما احتكش بالجون، وليد ازارو احرز جون، الحكم لغاه. فاول واصابه بشعه بصراحه لجونيور اجاييه، بنتمنى له الشفاء العاجل. هطمنكم عليه بعد قليل واقول لكم الاصابه ايه بالظبط. يعني الدكتور خالد قال ان هو الصابونه بتاعه ركبته اتنقلت من مكان لمكان، هو ردها له تاني وهتاخد وقت. فيعني اصابه صعبه جدا، ان شاء الله يرجع تاني بسرعه جونيور اجاييه. كل قلوبنا معاه، لكن مكسب مهم. والف الف مبروك لجمهور الاهلي، والف مبروك لكل من ينتمي لهذا الكيان الكبير. ارحب بضيوفي.